ملاحظة أولى الإجابة على السؤال الذي يطرحه الموضوع سوف تكون على درجة من الضبابية التي لم أعودها شخصيا. أصعب تمرين قمت به في حياتي هو في تحديد السجية هذه أطلعوني رئيس اللجنة بتاعنا المشكور رئيس جمعيتنا الأستاذ عياض معشور. لماذا؟ لأني كل سؤال قالوا إجابة ما لقيتلوش إجابة. عندنا مرة أخرى نرجع للجنة لجنة التنسيق، هل تجاوزت الولاية دورة؟ هذا جواب عندي المقرر العام ومن شخصيا مش مقتنع بالإجابة بتاعه. وعندنا اللجنة التأسيسية التي هي تعنى بموضوع العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. أنا شخصياً الانطباع اللي حصل عندي هو أن انطلاقاً من هذا التنازل الذي وقع في الأسابيع الأخيرة والأشهر الأخيرة، تنازل بأن رئيس الجمهورية سوف يكون منتخب انتخاباً مباشراً من طرف الشعب، هذا اعتبر تنازل من طرف اتجاه سياسي معين. مقابل هذا التنازل لاحظنا أن هناك شبه ردة فعل هي في التقليص بأكثر ما يمكن في صلاحيات حب رئيس منتخب الله يبارك. أما أنا مش نجم أنا كل ما يلزم من الصلاحيات لفائدة من؟ لفائدة رئيس الحكومة. وهذين اللي لاحظوه في الفصول التي تتعلق بصلاحيات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ثم في أعمال اللجنة كما طلعنا عليها من خلال الصحافة، نشوف كيف كتب نقل الصحافة وشوية معلومات عن الزملاء أن اللجنة التنسيق في الحقيقة هي لجنة تريد أن تفرض اتجاهاتها وقناعاتها في مسألة التوازن والعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. التطرق لهذه المسألة كيف سيكون؟ أنا حاولت باش نشوف العلاقة. أولاً العلاقة نسميها احنا رجال القانون نحبوا ياسر التصنيف هذايا، العلاقة العضوية ثم العلاقة الوظيفية. العضوية يعني بين الهياكل كطرق التعيين وآليات التأثير، تأثير سلطة على سلطة أخرى. ثم الوظيفية على مستوى الصلاحيات طبعا. بالنسبة للعلاقة الأولى، العلاقة العضوية. العلاقة العضوية الاتجاه العام يبدو حاليا، الاتجاه العام هو أن هناك حينئذ النقطة الأولى الهامة رئيس الجمهورية منتخب. الرأس الأول في السلطة التنفيذية منتخب بانتخاب مباشر من الشعب. وهذا عنصر من النظام الرئاسي أخذ به في هذا الاختيار. إلى حد الآن الاختيار ليس هناك بوادر تدل على أنه سيقع التراجع. ثم عنصر من النظام البرلماني هو أن الحكومة نابعة من الأغلبية البرلمانية. الحكومة نابعة من الأغلبية البرلمانية ورئيس الجمهورية مضطر ومجبر لتعيين رئيس القوة السياسية التي لها أكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي، عنصر من النظام البرلماني، عنصر هام. آليات التأثير، تأثير سلطة على سلطة أخرى. عندنا آليات الرقابة طبعاً، آليات الرقابة الآلية الأساسية وهي من النظام البرلماني، المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان. هذا عنصر هام. إلى حد الآن هناك أيضاً شبه اتفاق حول هذه المسألة. وطبعا نظام لائحة اللوم. نظام لائحة اللوم هو نظام كان موجود في الدستور القديم ووقع أيضا اعتماده ووقع تقنينه بطريقة، وهنا لابد أن نقر بذلك، جعلت منه نظام أو لائحة هذه آلية معقلنة. يعني هناك تشديد في شروط استعمالها بطريقة تضمن حد أدنى من نقول استقرار على مستوى الحكومة. رقابة الآن، رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، هذا
حينئذ من خلال المسؤولية ومن خلال نظام التصويت على رئاسة اللوم. أعضاء الحكومة ملزمون بالحضور في صورة طلب صادر عن المجلس، ولكل عضو من المجلس أن يتقدم إلى الحكومة بالأسئلة الكتابية والشفهية، هذه أيضا من تقنيات الرقابة. لجنة برلمانية لمراقبة مدى تقيد أجهزة الأمن بالمبادئ الدستورية، وطبعا أمين منذ حين ذكر الخيانة العظمى. طبعا الخيانة العظمى هنا وقع أيضا الاعتماد، ولكن ما هو نظام الخيانة العظمى لأعضاء الحكومة؟ ليست هناك إجابة. بينما في الدستور بتاعنا القديم عندنا الخيانة العظمى لأعضاء الحكومة وليس ولم تكن لرئيس الدولة. وسائل الضغط المتاحة لرئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هي طبعا الوسيلة الهامة، هي الحل، حل البرلمان، هذه سوليوشن، وهي طبعا من آليات الهامة التي تميز أيضا صلاحيات الرئيس في الأنظمة النصف رئاسية والتي تأخذ من هذا وذاك. في حالة عدم منح الثقة للحكومة من طرف مجلس الشعب وبعد مرور 3 أشهر على الانتخابات التشريعية، لرئيس الجمهورية الحق في حل المجلس. اتجاه اللجنة التأسيسية في إعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات بتمكينه من هذه الآلية الهامة. وهنا تأتي مسألة البديل، يعني الحكومة البديل. هناك ثلاثة مقترحات، يعني انظر كيف إلى أي حد وصلت يعني الضبابية وعدم ليس هناك موقف واضح في اللجنة. ثلاثة اقتراحات عندما يقع التصويت على الثقة، مطالبة الثقة، رئيس الجمهورية يتولى حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية. اقتراح ثاني، رئيس الجمهورية يمكن أن يقترح في 3 محاولات متتالية في أقصى تقدير تقديم مرشح لرئاسة الحكومة، إذا لم يحظى أي منهم على ثقة المجلس في أجل أقصاه 30 يوما يتولى رئيس الجمهورية حل المجلس. والمقترح الثالث، حل البرلمان في أجل لا يتجاوز 20 يوما من تاريخ رفض منح الثقة للحكومة. طبعا لجنة التنسيق لم تكن موافقة على هذا الاتجاه، والخلاف لازال قائم بين اللجنة التأسيسية ولجنة التنسيق. العلاقة الوظيفية، الصلاحيات الوظيفية، هي في الحقيقة نملكها حينئذ سلمى وأمين ودحين. الوظيفة التشريعية، الاتجاه العام هو في تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لفائدة رئيس الحكومة في كل المجالات. على الأقل هذا مقترح من لجنة التنسيق دائما. في كل نقطة هناك المبادرة التشريعية، الانيشياتيف ليجيستيف، المبادرة التشريعية. هناك الصيغة الأولى 10 نواب على الأقل والحكومة لهم المبادرة التشريعية، والمبادرة الصيغة الثانية رئيس الجمهورية و 5% من أعضاء المجلس. طبعا النقطة الخلافية، الهيئة المشتركة للتنسيق ليست موافقة على أن يكون لرئيس الجمهورية حق المبادرة التشريعية، لابد من تسجيله. وبالإضافة إلى ذلك مسألة التفويض، منذ حين تكلمنا عن التفويض، تفويض موجود، تفويض السلطة التشريعية لفائدة رئيس الجمهورية عن طريق المراسيم، هذا نظام قديم أيضا وقع إقراره الآن. صيغة أولى وصيغة ثانية، من مجلس الشعب إلى رئيس الحكومة، صيغة أولى. صيغة ثانية، التفويض من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية. وطبعا الهيئة المشتركة توصي بحذف التفويض من مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية، دائما هناك محاولة للتقليص. وأمر على بعض الجزئيات، وأريد أن أمر أيضا إلى مرة أخرى إلى مسألة المعاهدات، وأرجع إلى المعاهدات لنقطة. ثم زاوية قاعدة معناها تناول سليم وفرحات منذ حين لجان المعاهدات والاتفاقات الدولية، مسألة يعني المعاهدة التي هي تكون مخالفة للدستور، معاهدة دولية مخالفة للدستور. إذا تفطن المحكمة الدستورية، إذا أقرت ذلك، ما هو الحل؟ هي نقطة ما تناولناهاش. ما هو الحل إذا تبين أن المعاهدة مخالفة للدستور؟ نعم، هناك بعض الدساتير مثلا في المغرب وفرنسا تنص على أنه يجب تنقيح الدستور، تنقيح الدستور ليصبح
التنصيص عليها إذا كنا مقتنعين طبعا بأن المنظومة القانونية الوطنية منصهرة تماما في المنظومة القانونية الدولية. هذا إذا حصل الاقتناع طبعا، ولكن إلى حد اللحظات الأخيرة ليس لي هذا الاقتناع عندما استمعت إلى السيد المقرر. نعم، بحيث هل يقع التنصيص عليه أم لا في الدستور؟ هناك بعض الأسئلة. دستور المغرب الأخير ينص على ذلك، إذا تبين أن الدستور أن المعاهدة مخالفة للدستور يقع ترجيح الدستور. بالنسبة لبعض مسائل أخرى، بعض مسائل أخرى غير واضحة، الفصل 62 يقول أن رئيس الجمهورية يصادق عداء ما كان في أتساءل ما هي المعاهدات التي تدخل في اختصاص رئيس الحكومة الموجود في الفصل 62. هذه هي فاضل قليلة عندك النقطة غير واضحة تماما. الفصل 62 المصادقة على المعاهدات، يقول رئيس الجمهورية عداء ما كان مسندا لرئيس الحكومة. أتساءل ما هي المعاهدات التي تسند لرئيس الحكومة. أنت أشرت فاضل صحيح في الفصل 75 والفصل 62 عدم التناغم بين 75 و 62، لأن 62 ينص على